ما درتش مع العقد على شحال، جا بانت ليا كرشي، ملي بانت ليا كرشي عاد باش صافي ما بقيتش ديك الساعه، ما بقيتش عرفت عليه الاخبار الاول. دابا انت وهاد الوليد دابا ود زاد هذا، فين كتباتي فين كتعيشي فين كتبريتي؟ كنبات غير في الزنقه. مشاهدينا الكرام، هذا المكان اللي فيه مكان خلاء. دابا اش كياكل اش كيشرب، انت لا حوايج لا والو. انا كنباتها في الزنقة، ما عندي لا حوايج لا والو، كرزة خويا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. الآن حنا في الليل، تلقي اتصال من عند إلهام. إلهام ما شاء الله صافي عندها 23 سنة، عندها باها وامها وخوها، في لحظة من اللحظات كيتوفى الأب ديالها والأم، وهي تغير الحياة ديالها ما هو أسوأ. مشاو الوالدين، إلهام جالسة، شنو كنقول؟ جالسة في هاد الخلا، نقولها بالدارجة المغربية، الخلا والقفار. وهز وليد قمة في المعاناة، تفكروا معايا. إلهام لاباس؟ لاباس. عيطتي لي في التليفون، شي واحد عطاك تليفوني؟ عطا لي واحد. الشيء اللي قلتي لي قلتي لي راني في الخلا، هذا ولدي وها فين كان بات. ما فهمتش، عاودي لي القصة ديالك من الأول كيما حكيتي لي في الهاتف. ماتوا والديك، تشرطتي انت وولدك دابا. ماتوا لي الوالدين، تعرفت على واحد ولد الناس، تكرفست معاه، تعذبت معاه، ما خليت ما درت معاه في الاخر من بالي، كلشي هرب وخلاني. مني هرب وخلاني صافي، عندي خويا كبير كبر مني، بلي مني سمع لي الهضره هذه جرى لي الزنقه، وانا كنبات انا وولدي حاليا دابا في الزنقه. لقيت جميع البيبان، حتى واحد ما عقل عليا. هادشي علاش عيطت لك خويا. بنت ماتوا لك الوالدين عاد تعرفت عليه؟ عاد باش تعرفت عليه، ماتوا لي الوالدين عاد باش تعرفت على هاد السيد. ايوا مني شبانت لي كرشي، ومني صافي عرفني حاملة هي فاش مشى. وعلاش ما درتيش معاه العقد انت الصغير؟ ما درتش معاه العقد على شحال، جا بانت لي كرشي، ملي بانت لي كرشي عاد باش صافي ما بقيتش ديك الساعة، ما بقيتش عرفت عليه الاخبار الاول. صافي دابا انت وهاد الوليد دابا ود زاد هذا، فين كتباتي فين كتعيشي فين كتبريتي؟ كنبات غير في الزنقة، كنباتا في الزنقة انا وهاد الوليد. عندك لا عائلة لا تحت كلشي؟ ما عندي لا عائلة لا والو، جميع الديوان مقلقين، جوا تما طلعني، جوا تما جوا تما قريبين. مشاهدينا الكرام، هذا المكان اللي فيه مكان خلاء خالي، كاينين هنا تبارك الله هكتارات، زعما كيفاش غادي تكون سالمة هاد الناس؟ ما شاء الله صافي. هذاك الوليد دابا، الوليد هذا شحال عنده دابا؟ عنده 5 شهور. دابا اش كياكل اش كيشرب؟ انت لا حوايج لا والو. انا كنباتها في الزنقه، ما عندي لا حوايج لا والو، كرزه خويا. مشاهدينا الكرام، الله يجزيكم بخير الجمعيات المغاربه، انا غنوضع رقم الهاتف ديالها، واي جمعيه اللي بطبيعة الحال كتهتم بحقوق الطفل وحقوق المرأة فاش يرعاو هاد السيدة هادي. أنا ما عرفتش والله ما عرفت، هاد الخلا هاد اللي غتبات فيه هاد البنت عندها هاد الوليد، فين غادي تمشي مسكينة؟ كيفاش غادي تعيش؟ أرجوكم ثم أرجوكم، أنا غنوضع رقم الهاتف ديالها. والله عز وجل غير كيخلص المحسنين، والله العظيم إلى القمة في المعاناة. شوف واش عندك شي حاجة أخرى بغيتي تقوليها لي قوليها لي. كنتمنى من الناس يعاونوني. الله يرحم لك الوالدين اخويا يوسف، الله يرحم لك الوالدين. مشاهدينا الكرام،
الكلمة اللي قالت لي غنقولها لكم، الله يرحم لكم الوالدين، لكل من ساعد أو ساهم أجره محسوب عند الله عز وجل. مسكينة بغاتها فين تبات وفين تعيش داك الوليد، اللي يقدر يساعدها ولا اللي يقدر يوفر لها غير شي حاجة اللي ريتما الله عز وجل هو اللي كيحسن التدبير. مشاهدينا الكرام، والله العظيم لا يعجز اللسان على الكلام في مثل هذه اللحظات، ما عرفتش شنو غنتناول معاه، قصة كتألم. الوالدين مشاو ما بقى والو في الدنيا، خطأ طبيعة الحال اللي درتها كبرى واضح، وهي دابا كتدفع الثمن ديالو. مشاهدينا الكرام، وليد عنده 5 شهور هي عرضة للشارع والأذى. نداء الجنود المغاربة، أرجوكم أنا غنوضع رقم الهاتف ديالو، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.